السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريق بنفيت من كايند في اليمن عدن، تاريخ 12 رمضان 1442 للهجرية. نشكرهم على دعمهم لإخوانهم اليمنيين على 240 سلة، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم وفي ميزان حسناتهم. نشكر من لايند انترناشونال ايدي تراست على ما يقدمونه لإخوانهم اليمنيين في محافظة عدن، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم على هذه السلة الرمضانية. وشهر مبارك وكل عام وأنتم في صحة وعافية. اليمن عدن.